إذا كان الإعلام يؤدي للفتن أو يعمل ما قصده من تأكيد الفتن، هل يمكن أن نسميه بالعلاقة؟ هو شيء آخر. تدخل مثلا في نطاق التوضيح للإعلام، هل تظن الإعلام ولا لا؟ جدا الكلمة في اللغة العربية وعندما يتحدث بها الذين يحبون التعامل مع المفردات من أجل التعمق في دلالاتها بجذورها وفي دلالاتها الحادثة، دعين ولا الذين اشتركوا في كلمة الإعلام مع كلمة العلم، تعليم علم وغير ذلك. الإعلام يفترض أن يقوم بنقل المعلومة من جهة المعقولة ينقل الحدث إلى الجمهور، خبر إلى الجمهور هذا، أو يوفر فرصة للرأي والرأي الآخر حسب شعار الوزير، من أجل أيضا أن يوصل المعلومة في هذه الحالة إلى الجمهور. إذا كنا نتحدث عن المهنية في الإعلام فإننا نتحدث عن الإعلام، الإعلام في نظر الرأس يجب أن يكون مهنيا أو لا يكون، إما أن يكون إعلاما حقيقيا أو لا يكون، يمكن أن يسمى شيء آخر. لا يمكن أن نقول عن بين قوسين الإعلام يؤجج الفتن أنه إعلام، لأنه يخرج تأجيج الفتنة وإثارة الفتنة تخرج عن فصاحة الإعلام وعن وظيفة الإعلام إلى شيء آخر. الدعاية تسمي العمل من أجل أهداف سياسية سياسة، بالتالي لا يبقى. ولهذا أنا شخصيا لا أستطيع أن أجيب على السؤال المطروح الذي وصل الإعلام العربي للمهنية عن أهداف الفتن، لأن هذا الموضوع إذا أردنا أن نناقشه انطلاقا من هذا التساؤل يجب ان يطرح على الاكاديميين الذين يقومون في عمليه جمع واسع لمختلف مواد الحفظ في العالم العربي في زمن التحولات، ويقوم الباحثون بتصنيف هذه الماده والبحث فيها بعمق وتدقيق حتى لا تتسرع في الزوال، ونصل الى ان هنالك اعلام مهني في هذه الفتره التي تمر بها العالم العربي، وهناك اعلام غير مهني. وهذا الاعلام غير المهني يمكنه ان يؤدي الى الفتن، ويمكنه ان يضلل الناس، ويمكنه ان يكذب، ويمكنه ان يشوه، ويشوه الاعلام نفسه وهو يشوه. إذن هنالك طاقة كبيرة في العالم العربي، طاقة إعلامية ضخمة جدا. الإعلاميون العرب أثبتوا كلما سنحت لهم الفرصة، كلما أتيحت لهم الفرصة، أثبتوا أنهم قادرون على أن ينتقلوا بالإعلام العربي إلى مراتب المهنية، ولكنهم يعانون في أغلب العالم العربي من قيود لا تسمح للبشر أن يشتغلوا بشكل مهني. المهنية الإعلامية تتطلب القول ولا تتطلب الحرية، يجب أن يكون الإعلامي قدرة أن يكون قادرا على القيام بعمله بمهنية كاملة من دون أن يجد الشرطي في انتظاره خارج الباب من أجل أن يقتل السجن أو للمحاسبة للمسائل.